يعني وزارة دي وزارة مهمة جدا. الوزارة دي أنا على علاقة وطيدة بيها من فترة طويلة، من وقت معالي الوزيرة غدا والي اللي ليها كل التقدير والاحترام، واللي بتشرف مصر النهاردة كوكيل الأمم المتحدة، والدكتور عمرو عثمان صديقي والراجل اللي مهتم بقضيته ورئيس صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، ومعالي الوزيرة المحترمة المتواضعة الوزيرة نبينا القباج. أنا الوزارة دي بشوف إن هي بتناقش قضايا مهمة جدا، قضايا كلها مجتمعية وقضايا بتحس على بناء المجتمع، وما فيش قضية في وزارة التضامن الاجتماعي تلاقيها قضية ملهاش علاقة ببناء المجتمع، ملهاش علاقة بتطوير المجتمع. وده اللي بيخلينا كلنا كناس، كل واحد لو عنده حتة قد كده صغيرة قادر ان هو يدعم بيها هذه الوزارة، هي من اكتر الوزارات استحقاقا للدعم مننا. انا تكريم النهاردة ده بالنسبة لي اللي فرحني اكتر من التكريم، ان انا شفت النسب اللي احنا وصلنا بيها النهاردة، وفي المرصد ان احنا وصلنا بالنسب للحد القليل دوت من مشاهد السجاير والادمان والكحول والحاجات دي كلها. انا شايف ان احنا بنروح النسبة لحد ما تبقى زيرو ان شاء الله، احنا ورا الموضوع لحد ما يبقى زيرو، ودايما في دعم للقضايا اللي تم مجتمعنا.